اخواني مرحبا بكم فيديو جديد. وفي هذا الفيديو غنتكلم ليكم انتم مباشره، انا هو بودكاست من هافانا من المصفوفه الاشتراكيه. كنت نتكلم الاخوان على داك البلان اللي وقع لداك المغربي اللي جاب هذيك بنت خالته ولا سميتو. ولي ديجا الاخوان تكلمنا على هذا السوجي هذا، تكلمت عليه مرارا وتكرارا، تكلمت عليه ما مره انا جوج واش اصلاعيت، انا اصلاعيت تكلمت على هذه المساله. وانتم كتشوفوا والناس مازال كدير هذه الاخطاء، الناس مازال كتمشي، الرجال مازال كيجيو تيبدا تيمشيو تيمشي كيجري بحال شاد شي سانتر واد معلق ليها النيترو وغادي تيجري تيمشي يجيب وحده من البلاد. اخوانا تكلمنا على هذا الشيء هذا، راه ما حنا راه انسانيين، راكم ما كناش انسانيين الاخوان تجاه الرجال، راه ما نوضوش ونتعارضوا مع العالم ونتعارضوا مع المصفوفه ونتعارضوا مع السيستيم ونتعارضوا مع التكارنيس ومع كل شيء باش نتكلموا على الراجل. ولكن الاخوان رانا ما يبقاش فيا بنادم، ما يبقاش فيا الراجل، لينا تكلمنا على هذا الشيء. راه كنجي نعطيك واحد المعلومه اللي تقدر تدي لك الوقايه من واحد بزاف ديال المشاكل، من الحبس، من يمشي لك رزقك، من يمشي لك الفلوس، من تهرس عاطفيا، طيح في ديبريسيون، تقدر تنتحر، اي لعبه. انا داك الشيء تنعطيك انا ولا تيعطيك خويا حميد ولا خويا رضا ولا خويا دوغلاس ولا خويا نجيب. انا تيقول لك داك الشيء، تيقول لك هي الصح، هذاك الاخ دار خطا، راه ماشي حيت هي بنت خالتك ولا بنت عمك ولا سميتو دونك راه غتزوج بها دونك غتنجح عليك، دونك بغات تشفع عليك. سمع ركز مزيان، بغات تشفع عليك هذاك الصله ديال القرابه باش انت تنجح في هذاك الزواج. راه ما كايناش هادي، راه بنت عمك تعميك وبنت خالتك تخليك العالميه وتفرقيه. وتكلمنا الاخوان على هذا الشيء، لان شحال من واحد تيقول لي تكلم لي انا في العطله الاخوان انا كنرتاح، ها هو هذا الفيديو نخليه تيتابلود نرجع لكندا نابلود، لان ما كاينش الانترنت. دونك الاخوان راه اين فوا غتمشي تجيب وحده معنا برا، شوف خصك ترقب جميع انواع التقافز، غادي تحقق قانون المصلحه، غادي تخليك غادي تعاونها باش تسلق الدرجات ديال الهرم الاجتماعي ولا اي حاجه، داك لاسونسور سوسيال ولا اللي بغيتي، راه غادي تقافز عليه، ما يبقاش فيك الحال. وهو مهدد حتى دابا داروا ليه الكو فاوند، من الناس كتجمع ليه ما جمعت ليه 70000 ولا 80000 دولار. ودارين هذا الشيء هذا الاخوان، راه الراجل دابا محتاج للمراه اكثر من هي محتاجه ليه، كينوض كيمشي يضحي بسنوات الغربه، سنوات ديال الغربه وديال العذاب والكفاح. انا اخوك بعيد راه جاي من واحد العائله مسؤوله الحال، انا كبرت الاخوان باش انا ماشي كنعيق عليك ولا كنفوح عليك ولا اي حاجه، مسؤوله الحال وشفت وعانيت الامرين. تنقول لك برزقي هو اللي يجي ليا، الله يخليهم ليا، عاونوني بزاف ولقيت بزاف ديال الصعوبات، وما نقدش نقول انا داك الشيء باش ضحاو معايا والديا وداك التعب ديالي نعطيه لواحد الانثى. اسعاك انت ما عاونك لا باك لا امك، جيتي حارق في بابور جيتي بكونطرا وكتصيفط لداركم الفلوس ومعذب وكتمشي تجيب وحده، راه ماشي ريان دو بيرسونيل، ماشي تا مساله ديال لا راه غتجيب ولا ما تجيبهاش، وداك لي فور ديالك سي طون بروبر افور بيرسونيل. علاش غانا جيفي لي ديجي اون بيرسون دوطر، علاش غانا نمشي غنجيب وحده وغنعطيها الوراق باش تجي تدمرني، باش تجي تضربني انا بالسلاح؟ علاش علاش الاخوان ما تكونش مكلخ، راك عانيتي في الغربه ودرتي وهادي وخدمتي خدامي صعاب وطاح ليك المورال والجو والطاكس، علاش يا دين الرب علاش غادي تمشي وغادي دير مع واحد الانثى غادير مع هاد الباكت وتجيبها باش تخربك؟ علاش علاش؟ انا ما كنعممش، ولكن 90% ديال المغربيات ما كيحملوكش تجيبها لهنا باش تمشي ليك مع البراني وتمشي ليك مع الاجانب وتمشي ليك مع التشاد وتجيك التشاد وتمشي ليك مع جميع الجنسيات. علاش انا ما عنديش مشكل هي تجي بلي فور بيرسونيل ديالها وتمشي مع جنسيات اخرين، حتى انا كنمشي مع جنسيات اخرين وانا ما محتاجش ليها. المغربيه راه ما عندهاش واحد القيمه سوقيه كبيره في الغرب باش ينوض على هادشي كامل، ولكن امي خيبو خلنا ولكن يمشي كيجي باش انا بيبقى فيا. جبتي بنت خالتك دابا مهدد بيضربوك ب 11 عام الحبس، شني 11 عام الحبس؟ واش هاد الشني هي شهر الحبس؟ الناس تنسمعهم في الافلام كيضربوا الحبس على 100 مليار 200 مليار غوزمان ايل تشابو بابلو غافيريا اسكو تيضربوا على شي حاجه الخيال العلمي، وانت كتضربوا على مرأة
وادو زيد تسمى اليغيشن تعاد وفوس اكيزاسيون. ودابا المشكله يكون هي ضربتي انت ولا درتي لها اغتصاب زوجي تتمشي انت باليغيشن تعاد تدعي بانك انت اجيتيها، ولكن انت ما اجيتيها ما والو. علاش غادي نبقاو حنا ديما عندنا هاد العقليه؟ واش هي كتجي تجيب؟ واش عمرك سمعتي شي مغربيه مشات جابت شي واحد من المغرب مقوده عليه على برا؟ وكاين ولكن قليل، واحد في المليون. ولكن فاش كنجي نشوفو الطاطا كنشوف بان الرجال المغاربه تيمشيو يجيبو المغربيات، وتيجي عندك راسه مور با تيبدا يكذب عليك، واه طلعوا لي القوريات في راسي، او تيكون طلعوا لي القوريات، كون تضرب القوريات كاع ما تمشي، كون كتجي السيكو بيكو مع القوريات ما غاتمشي تجيب، غاتمشي تطلع هذيك الخريه. علاش؟ مازال كون كانت هذيك الام ديال شحال هادي بحال امك وماشي مشكل، وكذا راه جيبو انت عصريه راه شبعانه سيكو بيكو راه بتسد بيك التقبه. احنا ماشي ما بغيناكش تزوج، لا سير تزوج لا انت كاع نقص كاع من الصور كاع، ولكن ما تمشيش تجيب بدا تخدم داك الداكه اكثر من القياس، وبدا تقول او مشي نجيبها من على برا، ومشي نجيبها من المغرب، واقيلا تصدق ليا، وهادو ما تيامنوش بالله. فين اخا هاد المغربيه كانت تامن بالله؟ فين؟ وهادي تخدم لك الله والاسلام داكشي اللي مخرجها، فين هي قالت لك فين تامن بشي الله ولا شي حاجه؟ بالعكس راه هما النسويه داكشي يقولها في الجروبات، تيقولوا الاسلام وراه كان مضطهدك وغنقليك الحقوق ديالك، وهذه بروباغندا ناشره على النسويه في العالم كامل، على الدول العربيه والدول المسلمه. فاش كتجي تشوف بين المراه مكرمه كرمها الاسلام ما كتخدمش، قاعده في الدار، تيمشي الراجل تيجيب لها المواريد، عايشه معززه مكرمه. هذا هو الحقيقه والواقع. انا الام ديالي الاخوان واخا مثلا باش ندخل في هذه الشخصيه، انا الام ديالي كانت ديما تتريتا بحال شي ملكه، لان امي تستاهل، الام ديالي تستاهل. وانا الاخوان لو كان عندي نعطيها مليار نعطيه ليها مغمض العيني، ماشي مشكل نثق فيها. ولكن اليوم الانثى العصريه راه ما عندها حتى شي علاقه مع الاجيال القدام، مع الموت بوفال ولا موت زياش ولا موت الحكيمي، ما عندها حتى شي علاقه. ما تبقاش تدير واحد المقارنات، فهمتوني الاخوان؟ اليوم الانثى فقدت الاطار ديالها، فقد عقلها، هرب ليها الفيمينيزم واحد الحاجه اللي جديده عليها، دونك هي كتجي كتطبق عليك هذوك افكار الفيمينيزم، هي براسها ما مستانساش بهذاك الشيء. علاش انت كتمشي تجيب وحده معنا برا؟ علاش كيجي تحلو لها العينين؟ راه الميريكان وكندا فيهم الكبد، فيهم الكبد اللي ما كاينش في المغرب وما كاينش في ساوث امريكا وما كاينش ايست ايجيا وما كاينش في العالم كامل. الانثى البيضاء وصلنا باش نعطيك حقيقه المانوسفير، نعطيك حقيقه والانثى البيضاء وصلت لواحد النيفو ما بقاتش باغي دير السيكو بيكو، كثرت ما ولات سترونغ اندبندنت وصافي، ما بقاتش ما محتاجاش ليك انت كراجل. دونك تيجي انت القيمه السوقيه ديالك في الغرب على قد الحال، كتمشي تجيب وحده بحالك بحالها في القيمه السوقيه وكتجيبها لهنا، ولا كتولي كتسبقك، هي كتولي كتسبقك في النقاط، هي كتولي احسن منك في النقاط. لا، قبل ما تجي للمغرب كتكون انت احسن منها في القيمه السوقيه، فاش كتجي لهنا كتولي احسن منك وكتقفز عليك. والبنات اللي جايين من الدول المتخلفه ديما عندهم عقده الرجل الابيض، كله كتبين براني، واخا يكون ولد بلادها واعر واس ان في وتعرف يدير السيكو بيكو كلشي، عندها عقده البراني وصافي، مشات لهنا صافي راه مكنتيها، ما بقى علاش ما تلقى معاك؟ انت عطيتيها كلشي، عطيتيها اول ذا كيز، عطيتيها الكيز كاملين المفاتيح باش توصل، علاش بغيتي تعطيك السيكو بيكو ولا تعطيك الحنان؟ علاش؟ صافي راه قلنا في قوانين القوه، في قوانين تا كلاويد وديال باهيج وتا جامع الفنا، خصك ديما تخلي بنادم لتحت، ما عمرك تطلعك عنده. وانا شحال من شي دي فان ووريناهم كلشي، تا ولاو هما تيفهموا عندنا، هما تيوريونا في التقافز، هما تيوريونا في المحتوى. حنا دخلنا هذا المحتوى للمغرب، وتا ولا بنادم تيفهم عندنا تيورينا حنايا. وانت شوف ودير خير ما يطرا باس، هادشي اونتر بارونتيز. بعض الوحدين ماشي كلشي من الاخوان، درنا علاقات زوينه الاخوان مع الدرايات المانوسفير الحمد لله. خصك تخلي ديما المراه لتحت، ما تعاوناش ما تعاوناش باش ديما تبيت تقافز، باش حاجه تقول انا راه ما عنديش الركائز والتوابيت اللي شاده فرض باش نتقافز. اما الا جيت انا درت لك الكرسي، الا جيت درت لك الكرسي بغيتي تنقص، بغيتي تفوتني في الطول، بحال انا طويل وانا مخلع، بحال انا هنا وهي هنا، وانا جيت درت لك الكرسي عاونتك باش تطلع، انا غادي تطلع للسقف وغادي تسبقني. وفهم الفهم ما يكونش الرجال اليوم الاخوان مكلخين، راه سيتي قلقنا نسمع بحال هاد القصص، اما حيت حنا بجي هاد المحتوى لونسيناه واش فيديو دماغنا تحرق، وما جاونا اخوان ما صورنا منه لا فلوس، حيت دخلنا حنا داخلين الاخوان عندنا قيم، ما داخلينش على هاد المحتوى باش نديرو الفلوس.
ومن نديروا الفلوس بصناعه المحتوى راه كون عطى الله طرق بزاف نديروا بها الفلوس كثيره. ولكن الاخوان حنا كضربنا غيره وما عم كتسمع شي فلسطيني مشى جاب شي مغربيه ولا شي حاجه مغربيات هما اللي كيمشيو كيجيبوا تيمشيو يجيبوا دوك الجنسيات الاخرين. ما عمرك تسمع فلسطيني مشى جاب فلسطينيه ولا سوري مشى جاب سوريه، كتلقى مغربيه كتضحي مع كاع الجنسيات سميتو الاجانب زعما سعداتهم ما سما ماشي سعداتهم ما انا ما جيني حتى ما تنعوفيهم زعما ما عندي لا حسد الاخوان. انا واصل واحد النيفو في دماغي ما تيبانش ليا كاع هادشي هذا، ولكن سون شونسو كتخلي ولد بلادها وكذا تمشي تقافز مع اجنبي ما داير على حتى شي مجهود. والله لا برافو، لا خصوش يجيك العيد، ما خصكش يجيك العيد على لبناني ولا سوري ولا مصري. نوهيت الاخوان طونكو هي بغات تمشي ليه في نبرو دروا باش تبقى تعطاكي تقولها مصريين، هذا اللي حتى شي حاجه. واخا المصريين تيجيو تا واحد الكاليتي ضعيفه تاع السوريين وهذاك الشيء، تيجيو بنات 5 6 على 10 4 على 10 حتى هما تيرقعوا بهم، ولكن ما يجيكش العيد راه تيفو منا ماشي من السوري ولا الفلسطيني ولا المصري، ماشي منه المشكل. انا اخوك بايج جد عجب ماشي كوبيه عجبتها، جات عندي قالت لي بايج انت عجبتيني، واش انا نقول لها لا؟ قالت لي انا بغيت ندير معاك السيكوبي كون تعجبتيني هاد الليله تنشوفك معايا في الفرنسا، واش نقول لها لا؟ ما يمكنش. دونك بيجي عندي داك الكوبي بيقول لي او بايج وسير اخا انت راك ما راجلش، اخا بايج انت راك ما راجلش تيجي لي بنت البلاد، هذا ماشي منطق هذا. دونك هي بغات لي هذا هو المنطق، منطق عالمي محايد، لا ما تبقى داكشي العاطفه ولا هما تيمشي وداكشي، راه بلا تضحك عليك هي كتقول شو تيبكي وانا مشيت مع الاخر وتيبكي. رايت الاخوان انا باش نقول لك اللي كاين. دونك هذاك الاخ دار خطا، درتي خطا، وسيرتو الناس اللي كتشوف هذا المحتوى، الناس كتشوف هذا المحتوى وكتزيد تدير دوك الاخطاء، راه فاش غيطيح في المشكله ما غيبقاش فيا. لينا فاش كتسمع انت المحتوى ديالي وكتمشي تدي داكشي اللي قال لك راسك، بحال كتقول لي انت راك هي كتخرب هاي، ولا كتقول دوغلاس ولا حميد، ولا تقول لي انت راك هي تخربق، انت راك هي تخرب ما تقول والو. فهمتوني الاخوان؟ دونك ما يبقاش فيا الحال، انا ما غيبقاش فيا، انا باش نكونوا فاهمين. وهاد المحتوى التمييز هاد المحتوى خصو يتباع بالفلوس، ماشي حيت انا وين ندير الفلوس، انا بغينا على هاد الفلوس ديال سميتو. انا مثلا الريد بين ما تيوكلنيش انا ولا يشربني، انا باش نكونوا فاهمين الاخوان. ولكن هاد المحتوى خصو يتخلص عليه الفلوس كما قال خلاها دوغلاس، قال واحد النوطه زينه راه بحال هاد المحتوى فاش كيتميع وكيولي كتعطي المعلومه هي فابور، تتولي تديفالوريزيها يعني بحال تنبيع لك انا فيراري بثمن داسيا، ما تنعطيهاش القيمه، خص بنادم يخلص باش يتعلم، حيت راه تكلمنا بزاف الاخوان. دونك واحد تيخسر 100000 دولار او تيجمع له 100000 دولار وانت تيجي عندك ما يجي لك لا لايك لا بارطاج لا دونيشن لا والو، وانت فقينا على هذا الشيء، لا بينا المحتوى يزيد لقدام. شوف انت واحد كيجي كيضيع من وقته تيعطيك معلومات وبتجارب والعالميه وداك الشيء خسرنا عليه زبابله الفلوس، تجربات الحياه ما كنعطيكش انا تجربات الحياه وناوليدز وباك جراوند وسفريات وخبط وصواريات واللي بغيتي كنعطيه لك، انا كنجي نعطيه لك. دونك تمشي تجي داك الشيء اللي قال لك راسك، راه بحال تديفالوريزي الهضره اللي تنقول انا. وشحال من واحد عندي بزاف الاصداء تيمشي كينوض تيقول لك باقي بغيت نمشي نتزوج ولا ما تعممش ولا راه كاين اللي صدقات ليه، وما تبقاش تعطي لنا استثناءات. استثناءات انا مثلا ما تنعترفش بهم انا استثناءات، واعطيني الداتا بحال داخل في المطار ديال امريكا ولا سمعتيني الداتا شكون سميتك شحال الطراق المغاربه هنا شحال 200000 في الجاليه شحال توقع لهم التقافل شحال تيصلي، عطيني الداتا انا ما تعطينيش ورا راه بنت خالد سميحه وبنت خالد فوزيه وبنت خالد فلانه راه جابها واحد وصدقات ليه، ما تعطينيش انا سميتو، انا راه ولد الليل وكنعرف انا اش كاين في السوق الجنسيه وفي اي حاجه بغيتي. هذا ماشي ايغو الاخوان، تنقول لك اللي كاين ولا ما يقول لك لا وما تسمعش وكاين اللي صدقات ليه وما تكونش متشائم، حنا رياليستيك انا واقعي، هذه ماشي نيجاتيفيتي ولا تقنيات العار، خص تكون واقعي ما تبقاش تكذب على راسك، ما تبقاش تكذب على راسك، راه بحال انت قصير وكتقول لواحد وانا راه طويل، راه واقيلا بحال وانا طوال وانت راه قصير وانت تقول لا راه طويل، راه نفس الشيء الاخوان. دونك هاد القصه تاع هاد المغربي خصها تكون عبره، خصها تكون عبره باش نكونوا فاهمين، وخص كلشي يتعاون الاخوان مع هاد المحتوى، تا دوك صانعين المحتوى اللي سميتو داك الشيخ صار وداك الشيء دار واحد المبادره زوينه خصو يدفعوا في هاد الشيء، هادوك عندهم اوديونس واخا عندهم محتوى ديالهم ديال الدين وداك الشيء مزيان مزيان، ولكن خصو يعاونوا هاد المحتوى هذا
بس حنا يولي عندنا واحد البوا ديالنا ونديروا جمعيات ونبقاو حتى حنا يكون عندنا واحد الضغط حتى حنا نضغطوا هكا باش يبدلوا القوانين باش تكون القوانين منصفه يقولوا اصبر وبلاتي وراه بعيج وحميد والاخوان المانوسفير عندهم واحد الناس بزاف تابعينهم تيديروا عليهم واحد التاثير باش يبدلوا دوك القوانين ماشي يقولوا راجله ناس راه شحال من راجل دابا شحال نهضر معاك راه غدا عنده جلسات المحكمه غدا غيمشي يخلص الموت عاون النفقه وكاين اللي بغا تجي ليه بارطمان كاين اللي بغا تجي ليه فيلا وهادشي اللي كاين الاخوان انا راه عييت ما نهضر انا راه عييت انا صلاعيت الاخوان ها صلاعيت دونك الاخوان كان معاكم خوكم بعيش الفا تفرقيع والتمكريب والتريكيل والعالميه كما هذا بارطاجي الاخوان هذا الفيديو وعمل لينا لايك واشترك في القناه اشترك في القناه وصيفط لكاع عشتران تبوك صيفط ليه عمك خالك جدك صيفط ليه هذا المحتوى يتعرف عليه راه بحال والو يعجبو الحال بحال والو يعجبو تعجبو الحبه الحمراء ونقول لك واه راه نفعتيني دونك الاخوان طلبوا